اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتوره حنان حمدان رئيس مفوضيه شؤون اللاجئين في مصر. دكتوره حنان مرحبا بك عشان تنقل اخبار التلفزيون المصري. كلمينا عن احتفالات اليوم والبرنامج الذي تم اطلاقه لدعم المهاجرين واللاجئين. مساء الخير، شكرا على استضافتكم وشكرا للاعلام اللي دايما بيكون موجود معنا لتسليط الضوء على امور اللاجئين وطالبي اللجوء. بالنسبه لنا اليوم اعداد اللاجئين اللي تسجلت مع مفوضيه شؤون اللاجئين لغايه الان تقارب ل 800 الف من مختلف الجنسيات، ولكن من اكثرهم من اللاجئين السودانيين والاخوه السودانيين. اهميه البرنامج اليوم انه يسعى الى يعني التأكيد على ضرورة الدعم الدولي لدعم المؤسسات المصرية وخاصة في موضوع التعليم والصحة، كذلك لدعم استيعاب اللاجئين وطالبي اللجوء. وهذا البرنامج هو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع برعاية كريمة من وزارة الخارجية، ويمثل فرصة ممتازة للمستقبل لجلب مزيد من التبرعات لدعم المؤسسات المصرية ولتأمين الحماية للاجئين. احنا مصر استقبلت من 9 مليون لاجئ ومهاجر في الفترة الأخيرة، منهم طبعا السودان حاكم، يمكن تحدثت عن 1.2 مليون وصلوا لمصر. مصر يمكن بتقدم لهم كافة سبل الرعاية. حضرتك شايفة المفروض التنسيق اللي يتم مع المنظمات الأممية والدولية ازاي في الفترة القادمة؟ يعني مصر استقبلت حسب الإحصاءات التي وصلتنا من السلطات المصرية من الأخوة السودانيين 1.2 مليون شخص، ومن المسجلين لدى المفوضية كما ذكرت هنالك 800 ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء. هنالك تنسيق على أعلى المستويات، وهذه المشاريع هي كما ذكرت منصة للتنسيق ومنصة لتسليط الضوء على الاحتياجات المصرية ومنصة لدعم الجهود المصرية وتأمين الحماية للاجئين وطالبي اللجوء. مقتصرين يا فندم على التعليم والصحة بس في هذا الدعم، ولا ممكن يبقى الدعم ازاي؟ لا، نحن عم نسعى انه يكون اولا في مانحين اكثر من الاتحاد الاوروبي، ووجود هالاعداد يعني وجود الحضور الدولي اليوم هو دليل اهتمام بهالمشروع، ونسعى الى مزيد من المانحين. نعمل على دعم مزيد من المانحين وكذلك على مواضيع اخرى بالاضافه للصحه والتعليم طبعا حسب الاحتياجات الموجوده. اخيرا فندم، احنا اطلقنا منصه عام 2021 والنهارده برنامج، الخطوه اللي جايه فندم ممكن تبقى عامله ازاي عشان ندعم اللاجئين والمهاجرين؟ في خطه عمل اليوم تم التطرق لها، وكما ذكرت رح نسعى الى يعني تعاون مزيد من المانحين مع هذا المشاريع وايجاد مجالات اخرى للتعاون. شكرا جزيلا. شكرا.